الفكره يا جماعه انه احنا اخذنا الخبز سبق وعملناها على فكره كبار، عملتهم وحطيت فيهم سلطات من شيء 4-5 سنين يعني مش هلا، بس انا قلت ليش ما نعملهم ميني صغار كنوع مقبلات او كانابيز لما يكون عندكم مناسبات. فجبت خبز التورتيا المكسيكي، اوكي، جبت قطاعه تكون تقريبا متناسبه نوعا ما حجما مع القوالب اللي بدنا نحطهم. هاي مثلا عندي اياها هيك، بس كل اللي بدنا نعمله بدنا نضغط شوي حتى نطلع دوائر بهذا الشكل. رح نعمل كمان دائما الحواف او الزوايد شو بنعمل فيهم يا رورو؟ بنخليهم بنقطعهم بنحمصهم للتزيين للفتاة. يعني انا سبق وزينت فيهم السانتا في سالاد، الشوربات المكسيكيه، فانتوا بتقدروا بهاي الطريقه اكيد. رح اعمل 3، وزي ما قلت لكم حفايف الخبز كلياته يستهلك، ما في شيء بيروح ويست يعني. لا لا ما في. تمام، هيك صار عندي 3، خلينا نشتغل فيهم ونرجع هدول حتى ما ينشفوا على الكيس عشان ما يروح اي شيء معنا هيك ولا هيك. تمام. طيب عزيزتي، كل اللي بدنا نعمله بدنا ناخذ شويه زيت نباتي نحط على الخبز اللي عملناه حتى يساعدنا اول شيء يتحمص ياخذ لون، ثاني شيء يطرى معنا ويتشكل. لانه هو بدون الزيت راح ايش يصير معاه؟ راح يتمزع. فانت هيك بتكوني ضمنتي انه اعطيتي قوام جيد. بتجيبي قوالب مثل هدول بالحجم اللي انت بدك اياه، يعني في حال كنت بدك تحطيه بقوالب اكبر بدك تجيبي قطاعه اكبر، بس انا القطاعه هي كل الهدف منها بس عشان تعطي شكل مرتب لا اكثر ولا اقل. اوكي، نحن بنقدر نعمل تجربه عشان هلا مثلا انا حالي ما رح اعرف، بدك تجربي اذا هاي القطعه اذا الحجم مناسب او لا. طبعا في قوالب كب كيك اكبر من هدول، انا بس الفكره هي عشان يكونوا بحجم اللقمه اذا عندك ضيوف سواريهات يعني. او اذا عندك مناسبه بالضبط سواريهات. هلا الجبنه الكريميه اللي انا مستخدمتها هي جبنه الكاسات مش جبنه التشيز كيك، اوكي، اللي هي فيها طعم أكثر. اللي هي طيبه يعني. فرح احط في منها في الكب بهاي الطريقه، اوكي، رح اعملهم كلهم، وبعدين رح احط شويه زيتون. رجعت اخترت احط برضه جبنه محليه عندي طيبه هيك بيضه نوعين، فهذا زي ما انتم بدكم. تقدروا طبعا تغيروا بالحشوه، تقدروا تحطوا حمص متبل زي ما انتم حابين. انا حطيت الاشياء الموجوده بالبيت كانت عندي بصراحه، اللي هي جبنه نوعين من الجبنه، حطيت جبنه بيضه وجبنه جبنه الكاسات، بالاضافه لبندوره مجففه عشان تعطينا لون. وهلا هون رح احط شويه زيتون من الزيتون الكلاماتا، وحطيت هيك عرق من الزعتر الاخضر حتى برضه نلون فيه. بنحتاج لجبنه بيضة مقطعه، بدنا نص كوب جبنه كريميه، خبز تورتيه، زعتر طازج، بندوره مجففه، بالاضافه ل زيتون، زيت نباتي، واعشاب ايطاليه. اظن الاعشاب الايطاليه مذكوره مرتين.